نحكيه على تنامي نسبة الفقر والفقراء للأسف الشديد في بلادنا. رقم جديد أعلن عليه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، يقول ويأكد أنه اليوم 4 مليون تونسي وتونسية يعيشوا في فقر مدقع. شنو رأيك كشابة تونسية؟ والله حاجة تبكي كي نسو بلاد صغيرة كيف ما هكا بعدد سكن متاع بيت قد هكا فقر كيما هكا، ما عندي ما نقول كان على غالب وكها. على خاطر فما عباد يخمم في جيبه هو، وناس اللي خلتها موت في الاخر، واللي الناس الكل مش تحاسب، والحساب الصحيح راه قدام ربي. اليوم كي تعبي 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 من عند الدولة الفلانية والدولة الفلتانية على حساب دولتك، وما تخافش قدام ربي وقدام الناس هذه اللي عش عملت فيها، اللي تلقاها توك راه في مشاهد بالرسمي ما تنجمش نوصفها لك. عبد يبدا يراقد تحت الحيط ما عندوش ما ياكل في الليل، وتتعدى من جنبه عباد اخرى ما عادش تخزر لبعاضها، ولا كل واحد يخمم في روحه يمشي هاي، تتعدى من بعدها ما يمدلوش حاجه ياكلها، معناها الخير تقطع من كثر ما وصلت الجوع اثر في الناس الكل. ما بيهم من الفقر، ضربنا الفقر، هاني انتريت التو انا شريت ما خذيتهاش، خرجت مسال في البنك، مسال في البنك ما عملت قرض قالك لا، هاني توا كراي مش خرج، ما مش خرج، وضوء مش خرج، الدوايا ما كيش باش نشري. منين البارح يقول لي نجيب الشابي انا خمم على ولدي نحبوا نعيش بالرقي، ياك عايش بالرقي انت، كلهم ولاتوا يخموا، توا تحبوا على الشاب، ايش بيك مقبل وما تكلمتوش على الشاب، برا شوف الشركات اللي باركه كما الصام كما التونسير كما الساك كلها. شكون خذات الوزارة السيادة؟ ما خذات النهضة واللي معاه. برا شوف الشركات الفارسة تو. الشيء بكي الحجر اللي قاعدين نعيشوا فيه، ما كناش هكا، كنا لاباس علينا مالوغوزمون، مالوغوزمون 11 سنة التالي، تعرفوا شو صار في البلاد، شنو اللي هزوا من البلاد، فقروها، سيلوا الدم نتاعها، اش مازال؟ باش يكملوا يقتلونا بالشر. دونك حسب رأي. اي الناس من حاشاك من البوبيل تلقت هاك تشوف فيهم اكثر من 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 اللي حكيت عليه انت، اكثر من 4 مليون اكثر اكثر باش اكثر من نصف البلاد، اكثر من نصف البلاد مجاعه ولات حرب، ولا نتاع 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 معيشه، حرب نتاع نتاع معيشه نتاع ما نلقاش عباد حتى باش طيب طنجره، الزيت ما ثماش، المدعم حاجات نحكي لك على المدعمه اللي مدعمهم الدوله مدعمتهم باش توصل للمواطن، الزوالي ماهيش قاعده توصل له حتى شيء، لا زيت لا سكر لا فارينه لا سميد، لا تمشي للعطار ما تلقاش، تاني زيت يقول لك ما ثماش، وترى فيهم قاعدين يخدموا المعامل او البروبليم وين؟ متسبب هو اللي حالف باليمين وما يعرفش كار اليمين، المزمر زوالي زاد طاح يطلب في كريم نتاع ربي قسما بالله، وثم بعض الناس وما تقولهاش وانا ما نقولهاش، وها واحد من الناس هاو نسبات كتحب وشوفوا كذا والحمد لله، فهمتني؟ اثنين المتوسط طلع شوي مره يطلع مره يطيح، السحاب الكراسي بشكون بشكون يخدم في ولاد عم 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 عمو باش هات ياخذ الرشاوي مازالت اللي فيها طبه ما تتخبى في البلاد هذيا. اثنين باش يقضي مصالحه، صاحبي والله يا تو يجيب لك القطعه نتاع الفلانيه كرهبتي تحت امباتا ويخدمها، اي بالله هيك. عندي حبيبي عندي الوريقه عندي كذا عندي كذا، اي باش تخدمه في المعمل، بالله خلي عدي لي 3 ايام في الجنينه نتاع دار المدير العام، انا نحكي لك بالواقع راه اختي. بعد 10 سنوات من الخراب والدمار، معناها الفقر باش تتسع رقعته في تونس، واصبحت الطبقه الوسطى هي فقيره، والفقير زاد فقرا في تونس، والغني زاد غناء وزاد ثراء، جريسيستيه والا رجال اعمال الكل والا بنوك الكل كلهم زادوا استغناوا، والفقير زاد فقر، ومنه هكا باش تتسع الرقعه، وهذا الكل يرجع لل معناها فماش الرئيس والدوله غير قادره على معناها قادره على الناس هذوما اللي يحطوا لها في العصا في العجله
واللي معناها ما خلوش الدولة تخدم. حسب رأيك أنت شكون المتسبب في الوضع المزري اللي احنا فيه؟ والله شوية من اللي فوق وشوية من اللي لوطة، شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين، شوية من الشعب وشوية من المسؤولين، وفما عقليات، فما عقلية متاع عبد مصفر يطلع ويكون ويوصل، فما عقلية عبد يوصل في نيفو الخمسة والستة وما يحبش، فهمت؟ يحب ينقص ديريكت لل 15، ما تجيش، لازمك تتعب. أنا ربي صحابي لقطوا من الزبل، قراوا معايا لقطوا من الزبل، باش يتعشاو. شو من الحالة هذه والناس قدامش باش قمرة وباش يزرق، أطهر القضاء تطهر البلاد الكل. ما دام القضاء مش طاهر ما تقضاش، الأمر يقعد على حاله هو. كي نبداو من فوق نهبطوا اللوطة بحول الله نخرج، ويخليو الراجل يخدم على روحه، هو واللي معاه. إذا كان على الطريق هذه شو الزيت ما ثماش، شو دبست الزيت ما ثماش مية. وين؟ هي مش موجودة حتى. مش موجودة، موجودة مرقة الأسعار ما ثماش. وين؟ ب 12 مية خلينا نمشوا نشريوا يا بابا. وشوف الدور كله تقام 12 مية. للأخت وبدي نار، وزيد يشرت عليكم بخاليك. شو قال مرقة الأسعار؟ هي مرقة الأسعار. وين مرقة الأسعار؟ بالكلام يقولوا فيها. يا باب فما 12 مليون تونسي لوجوا على الزيت اللي كنت تحكي عليه انت، زيت الحاكم، ومستعدين نشريوها حتى ب 1200، اما دلنا بركة وين موجود؟ لا ما نشريهاش انا ب 1200 برا، شو يطلعوا المروج؟ لا لا اعطينا وين موجود. نعم لو جرون فاس موجود، تلقى عندهم هذوما جماعتك المجازانات الاحبان تاع اللي يبيعوا بالقرو موجود عندهم، والعطاره يعرفوا بعضهم وكلهم يعرف، مرقة الاسعار تعرف كلها. زيت المدعم هذاك بتاعنا. حاكم. ها علاش نحكي انا؟ الاخر انا نقدر عليه باش نشريه؟ ما نشريهش، علاش نكذب على روحي؟ السياسيين اللي حكموا في بلادنا بعد الثورة التونسية حكموا بالقدا وقاموا بواجبهم كما ينبغي. نص نص. فما حاجات اوكي شابو با، فما حاجات لا. أنا كمواطنة تونسية مانيش مقتنعة بها وما هيش عجبتني، ونحس تونس قبل خير من تونس تو. ميم شارع الحبيب بورقيبه قبل مش كيما تو هكا، ولا صارت برشا احداث هنا في شارع الحبيب بورقيبه تخوف، لي انا تو اغزر تليفون من با نحطو حتى تطلبني امي ما نهزش نخاف، بينما قبل كنت انا نقرا في بورقيبه سكون كمل 10 نص تاع الليل نروح نورمال نوصل دارنا ل 11 عادي، ميم تطلبني امي بالتليفون وينك سي بون هاني في ثنيه نوصل لاباس وما صار لي شيء، اما تو هاك تشوف شيء يخوف بالحق، واحد في بلاده ومحسوب يتسمى في داره وخايف. احنا خوات عائله واحده نورمالمون ما تصيرش بيناتنا فازات كيف ما هكا، وما نوصلوش اصلا انه مثلا العبد باش يخاف من تونسي كيف وكيف، معناها فماش فرق الله غالب شي خوف ومسؤولين راقدي. انا فنان اول حاجه نقول لك، معناها نلاحظ معناها كي نشوف حاجه توصلني نحس انا ثم حاجات ما لازمش تقبل البشريه، ولات كل ما هما يضغطوا عليها من فوق شنو يصير؟ ما عادش فما كل لحم، ما عادش فما كل يد برك، تويك تلقى شكون يفك براكي ما تلقاش شكون يعاون، هذه أول حاجة. قاعدين يمشيو معانا بسياسة خبيثة برشا، سياسة كونك هما مش ينزلوا عليك شنو مش يفرغوا لك جيبك، وانتم تلاهوا في بعضكم وتنسونا احنا وسياستنا وفلوسنا ودنيتنا. هذا الشعب اش قاعد يصير؟ ما عادش يساعدك انت باش تخرج تتظاهر، ما عادش يساعدك انت باش تسكر وقت اللي ما عندكش عشاء ليلة. برشا حسابات تولي انت تجري وراهم مش هو يجري وراك. ولي انت عباره خادم عنده دي نيجا، تعرفهم كان نيجا في امريكا قبل كيف ناكيك. انا نحب نقول حاجه برك، خافوا ربي راي اخرتها موت، رانا الناس كل مش نتحاسب نهار اخر، وقت توقف لا عندك لا شركات لا فلوس لا حد شيء، وقت توقف قدام ربي مش تحاسبك كيك. الحل الوحيد انهم يسترجعوا الفلوس نتاع الناس اللي سرقت، هذاك الحل، مش يجيو اللي نحن للشعب اللي ربي يعلم بحاله ينقصنا مشهاري داكوردو، هذا السيانير مش معقول. التنقيص يقول لك في تونس ديما يستهدف الطبقات الفقيره والطبقات الحاسيه كيما الموظف مثلا، اما ما يمشيوش للروس الكبيره كيما رجال الاعمال المتهربين ضريبيه. اكزاكتومون انا قريب 80 سنه عمري، امراه وحدي ما عندي كان شهريه كلها تمشي وفي الاحمر مع البنك على طول، جاب ربي البنك تخلي لي الاحمر، الكل تمشي في الدويات والكل والمصاريف، كيفاش هذا هكا؟ اما يمشيوا اللي شدوا وزره واللي ياخذوا في 30 مليون واللي ولي واللي ولي فعلى 10 سنين، واللي سرقوا
كان سي سعيد هذايا عندنا ثقة فيه إن شاء الله يتمم الكلام تاعنا. احنا انت مواطنه تونسيه تعيش وحدك، قلت لي هزه قفتك ماشي تقضي، قداش لازمك فلوس على الاقل باش تقضي قضيه جمعه؟ احنا نقول لك قداش طوف الاحمر، نقول لك 3600 وما عادش عندي ولا حتى شيك فروش. عايشه وحدي ما عندي حد، عندي كان ربي وعادي كل في الخارج، دونك ما عندي حد. سي با نورمال هذا، علاش هكا؟ احنا كنا انا متقاعده من التعليم، قلت لك الطبقه الوسطى كنا احنا نساهموا في الاقتصاد تاع البلاد، توا سي فيني توا باش نساهموا توا. دونك يرجع فلوس اللي نهبوها ولاد الحلال، مش ما نقولش حاجه اخرى، ونحيوا لي الدارات، الامتيازات تاع لي الدارات، الكراهب والليسونس. وين اللي قال باش نشد على الاحتكار وقالوا باش نعاونوا شنو؟ وينهم؟ مش فيهم ما بعثوهمش يخدموا، شادين لي دارات بلي قد فما من عاون في 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 في, في, في الاداره الوظيفه العموميه نتاع الكونترول دو بري، هذوك السسمه شو يقولوا لها مراقبه الاسعار، قد من عاون فما راقدين في الادارات، اش بيهم ما يخرجوش يخدموا؟ ياخذوا في شهر هكاك يخرجوا يخدموا يشدوا العباد اللي قاعدين شادين الاحتكار، كل شيء لصقوه في الدوله في الواحد، ما الناس مش قاعده تخدم زاد. الناس مش قاعده تخدم على روحها، كان جاو قاعدين يخدموا على روحهم كل ثلاثه اربعه يخرجوا في كرهبه ويدوروا على يتبعوا الشيء هذا، راهو ما نوصلوش للشيء هذا المواطن التونسي، اما يقعد في الاداره يكونكتي وكهو. انتوما الاثرياء، انتوما اللباس عليكم، انتوما اللي عزمتوا الوضع في البلاد، انتم اللي معناها خليتوا معناها علاش معناها مثلا ما فماش تقشف في البلاد مثلا نحو السيارات، نتقشفوا في السيارات الاداريه، علاش السيارات الاداريه كل عام تدخل جديده واحد وقت اللي الناس تاكل من المزابل، فهمني من الزبله، معناها نجموا نحن نقصوا السيارات الاداريه، نجموا نقصوا من الليسونس نتاع تقشف الدوله في مصاريفها وتتقشف الادارات، ونجموا معناها نصبروا شويه على الزيادات، ما راهي زيادات تزيدني 20 وتزيدني 50 دينار والاسعار تزيد، ما عندك معمتلي، ما عندك معمتلي، نصبروا على بعضنا وفماش ما تنفرج الامور بالصبر ونبدوا نصلحوا.